أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، فلقد مر معنا تصوير القرآن الكريم لعناد المشركين ورفضهم لهذه الدعوة، إلى درجة أن الله تعالى قال عنهم بأن هؤلاء لو أنهم رأوا شيئا ماديا عذابا يحل بهم، ولو أنهم رأوا كسفا ساقطا من السماء لقالوا إنه فقط سحاب مركوم. هم دائما يتأولون الأشياء على النحو الذي لا يبقي للقدرة الإلهية من مظهر، فهم يقولون هذا مجرد سحاب مركوم نحن ألفنا مثله، فهم لا يستطيعون استيعاب أن هنالك عذابا إلهيا يتربص بهم وينتظرهم. وهذا وقع منهم كثيرا، فهم حينما يرون مثلا سحابا أو عارضا آتيا إليه من السماء يقولون هو عارض ممطرنا، عارض ممطرنا، هذا سحاب عارض سوف يمطرنا، ولا يرون أن بإمكان أن يكون شيء آخر، بل هو ما استعجلتم به. هذا المطر أو هذا السحاب أو هذه الظواهر هي أشياء من حيث المظهر معروفة، يعرفها المؤمن وغير المؤمن، ولكن أسرارها وأسبابها والتحكم فيها ومما يختص به المؤمن، لأن المؤمن له جهة للتلقي، وللعلم ليست للإنسان الملحد. الملحد نهايته هو ما يراه، هو حسه، ليس له بعد الحس شيء. وبالتالي فإن أشياء كثيرة تضيع منه من كان قد حصر نفسه أمام الحسيات وجعلها منتهى طلبه ومنتهى علمه، فإنه قلما يستفيد شيئا كثيرا. نحن نؤمن بهذه الظواهر ونقرها ونعرفها ونعرف كيف يجريها الله تعالى في الكون، لكننا مع ذلك لا نلغي بها القوة الإلهية. فما من شيء يمكن أن يكون منفعة إلا ويمكن أن يكون سببا من أسباب تدمير العصاة. فالرياح مفيدة لحركة نقل التلقيح ونقل السحاب وما إلى ذلك، فهي مهمة جدا وتؤدي هذه الرسالة، ولكن هذه الرياح هي نفسها التي أهلكت أقواما سابقين. هذه الرياح هي التي أهلكت الآن مجموعات بشرية، الآن في الجنوب الشرقي مثلا للولايات المتحدة الأمريكية، للقارة الأمريكية. فهذا ممكن، أي ما هو منفعة ومصلحة هو نفسه يتحول إلى تدمير. الماء هو ماء ويغدقه الله على الأرض ويحيي به الله النبات ويحيي به أناسيا كثيرا، ولكن الماء هو نفسه الذي أهلك الله به قوم نوح. أي فما هو من المنفعة بمشيئة الله يصير مدمرا ويصير كاسحا ويصير قاتلا. إذن فالإنسان عليه أن يتعلق بمسبب الأسباب، بخالق الكون لا بمظاهر الكون. وهذا هو الفرق بين الرؤية الإيمانية والرؤية المادية الملحدة المنكرة لما بعد المادة. هؤلاء قالوا هذا سحاب مركوم لا يتجاوزون ذلك. متى يعلمون بأنه هذا عذاب؟ حينما يكون قد وقعوا في العذاب و سقط عليهم العذاب وأصابهم ما أصابهم منه، حينئذ لا تحين مندم، لن يفيدهم الندم، لأنهم يكونون واقعين تحت العذاب. وحينما يرى الإنسان الأشياء بعد أن تقع به فهذا ليس علما وليس فطنة أبدا. الفطن هو الذي يرى الأشياء قبل أن تقع. الإنسان الذي يتوقع الأشياء القبيحة ويفر منها، أما أن ينتظر حتى تقع له على رأسه ويعرف ف
هذا هو شأن الحيوانات وشأن العجموات والدواب. الإنسان بطبيعته وبفكره يستطيع أن يستشرف الأشياء، يستطيع أن يعرف ما وراء الحسيات، وبالتالي فهو متميز عن العجموات التي لا ترى الأشياء إلا وقد وقعت. هؤلاء ممعنون في العناد، إن يروا ساحبا ساقطا من السماء لن يرعوا لن ينزجروا، بل يقولون ويستمرون في الموقف، هذا الثبات على الموقف، سحاب المركوب لن نتراجع. هذه صيغة لبيان مقدار العناد. فمن يكون على هذا النحو من العناد لا ينتظر منه أن يهتدي بشيء. هؤلاء لا يمكن أن يفيدهم أي شيء. هذه الآيات التي والمعجزات التي جاء بها الأنبياء رآها أقوام، لكن ليس كل الأقوام آمن بها. هناك من آمن وهناك من رآها وكفر. آمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. هؤلاء الذين آمنوا كانوا يرون معجزات عيسى، والذين كانوا يرونها من الآخرين كانوا يرون ثم يجحدون وينكرون ويؤولونها تأويلا آخر. في جميع الأحوال هذه المعجزات لم تكن دائما سبب إيمان الناس، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون كذبوا بالآيات وكذبوا، فلن ينفع أن استكثار من هذه الآيات والشواهد. لو كان الأمر بالاقتناع لكانت آية واحدة كافية، ولكن حينما لا يكون الإنسان قادر على أن أو مستعدا لأن يذعن ولأن يخضع ولأن يقر، فأتيه بالآية تلو الآية تلو الآية، فهو لن ينزجر ولن يتراجع، لأنه أشرب هذا الموقف، أشرب العناد، ويرى أنه إذا تراجع عن موقف كان عليه كأنه انهزم. من يرى أن قبوله بالحقيقة هزيمة سيظل دائما في الهزيمة، ولكن الإنسان المنصف الذي يرى الحق في الآخر ويقول نعم أنا كنت مخطئا وتراجعت، حينما يصل الإنسان، لاحظوا هذا، حينما يصل الإنسان إلى هذه الحقيقة يكون قد بلغ الذروة في الفضل وفي في في العلو. إذا بلغ الإنسان من تربيته أن يرى الحق ويقول أنا كنت مخطئا وقد تراجعت، فاعلم أنه صار رجلا فاضلا في القمة في الحقيقة، لأن هذه النفس ترفض الخضوع والإدعان والانكسار ولو للحق، وتبقى دائما مستعلية ومتأبية ومترفعة ولو على الباطل. فإذا استطاع الإنسان أن يروضها وأن يهذبها وأن يردها، فهذا هو معنى التربية الدينية، التربية الإسلامية، هذا هو معناه. التربية الإسلامية كما يرى الناس، ما معنى التربية الإسلامية؟ أو تربية النفوس، والناس يتحدثون عن تربية الأرواح وتربية النفوس وما إلى ذلك، ولا يقصدون أكثر من بعض الأشياء، أن الإنسان يتعلم أن يطيل مثلا بعض العبادات وأن يصوم، أن يصوم ويكثر الصيام، فقال هذا أصبح قد حظي بتربية إيمانية أو روحية كبيرة. ماشي هذه، هذه وسائل للتربية، الصلاة الطويلة الكثيرة والصيام المتتابع وكذا، إنما هي وسائل. الغايات هي حالة النفس، حالة النفس إذا أصبحت هذه النفس خاضعة للحق، ساجدة للحق، هذا هو المراد. إذا سجد الإنسان، ذكرت لكم هذا، قيل له لشخص أو لأحدهم هل يسجد القلب؟ هل يسجد القلب؟ الناس يسجد الجوارح، وقال نعم القلب يسجد، فإذا سجد فإلى الأبد. إذا سجد القلب هذه القمة. ماذا ترون أنتم؟ ترون أن هناك من يعنى بهذا الأمر؟ أبدا. بعض المتدينين ليس لهم إلا مثل مأمال الآخرين، يتكلمون في الصواب وفي الخطأ، ينشرون الأكاذيب، ينشرون الدعايات، يزكون أنفسهم، يتهمون غيرهم، يفضلون أصحابهم وأصدقائهم. هذه كلها أوجاع وأمراض في النفس خطيرة جدا. ما معنى أن تطيل السجود والركوع إذا كنت في حينما تنتهي ستقول زورا وبهتانا؟ ماذا؟ الإنسان لو فتحت له هذه النافذة فأصبح يرى الأشياء، لتغيرت أشياء كثيرة في حياة الناس. ولكن الإنسان معاوض مقولب،
انت والطائفه ديالك والجماعه ديالكم خيرين، ما فيكم حتى شي حاجه ديال العيب. روح، لن يستقيم شيء من هذا هؤلاء الناس. والاخرون هم متهمون في دينهم وهم ضعفاء في الدين ولا يؤتمنون، وفيهم 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 فيهم فيهم. حينما يموت الانسان على هذا التصور يموت على شر، ما تربى نهائيا تشعر. لان حينما يقول الانسان كلاما يعرف بانه ليس سليما، حينما تفرح لان المسلم مثلا انتهكت حرمته فرحان وترد هذا، تردد هذا، يقول لك واحد فلان كذا 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 وانت فرحان. حينما لا تملك شجاعة أن تدافع عن الإنسان الغائب، ما زال ما عرفش الإسلام. تعرف الطائفية والفئوية تعرفها، ولكن الإسلام ما زال ما تعرفوش. حينما كثير من المرات أنا أرى هذه النقاشات، بعض المرات نحاول في كثير من المرات أحاول ما يكونوا يتكلموا الناس وكأنهم يتطابقون على شيء. ايوا داك السيد ما شاء الله ماشي تلك، وما غير داك الشيء اللي كيقولوه الناس، هما يزيدوا غير واحد الروتوش اسلامي، ما شاء الله ولا قوه الا بالله، داك الراجل ماشي مزيان كذا 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 كذا، ولكن تهضر فيه وتزيد له ما شاء الله ولا قوه الا بالله، علاش غتزيدها له؟ قولوا صافي واسكت، راك تغتبوا صافي، راك تغتبوا، لا حول ولا قوه الا بالله، ما شاء الله الله يتوب علينا وعليه مسكين ويبدا عليه. هذا حرام، هذا ماشي سلوك. واللي علمك هكا ما دلك على الاسلام ابدا. من علمك أن تقول في الناس هذا بلا علم ما دلك على الله، لأنه سوف يورطك ويعلمك أن تذهب إلى الآخرة محملا بكثير من أوزار الناس. مالك أنت دخلتك في شغل الناس سكت؟ في بعض ما تقول شيء 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 حال، تقول أنا لا يبدو لي أن هذا صحيح. وهذا نقول لكم في الآن تتلقى حتى في الأسئلة، وهذا الآن عندي ما أجد أن إنسانا يذكر لي سؤالا بالمعنى الصحيح أبدا، قليل يعطيك سؤال بحيث أنك حينما تقرأه تفتي له هو بأنه مظلوم وصاحب حق، وأن الطرف الآخر مؤاثم، وقد لا يكون الأمر كذلك أبدا. يجي واحد السيد الله يخليك أنا الأب ديالي وكذا، وكتب للخويا عطالو واحد القهوة وكذا وكذا، مسكين كبير وخفنا عليه لا يمشي للنار، وخفنا عليه شوف خاف على بوه لا يمشي. انت بغيت باغي القهوه شوف خاف على بوك من النار، الله يديك قد ضحك عليا انا، انت خايف على بوك من النار، لو كان باك قاع يمشي لجهنم الا كان ميزر ما عنده قاع ما دي فيه يمشي جهنم ولا يقعد. خفنا على بوانا مسكين وبانا كذا، ايوا نقول له صافي باك غادي تقول له انت يا باك اثيم، باش يمشي هو يحديها لذاك السيد ويقول له راه قالنا الفقيه انت باللي راه فيك الاثم. تقول له سول السيد الله يخليك، سول الله يخليك اسي، وانت قبل باك عطاك شي حاجه؟ ايه حقيقه واحد المده كانت انا عطاني واحد الدار وكذا وكذا. واش شتي فين ولينا؟ لان ممكن يقول لك الحقيقه من الاول، انا با كان عطاني واحد الدار واليوم عطى لخويا قهوه، فهذاك الوقت نعرفوا كيفاش نجاوبوا. هو قال لك الجزء الاخير، الجزء الثاني كاع حرقوا، ذاك الجزء الاول من الكتاب ضيعوا، فخلاك تقرا الجزء الثاني وتفتي له بالجزء الثاني. ما تفتيش بداكش حتى تسال، تعرف وستعرف ان كثيرا من حالات الناس هي من هذا القبيل، ويلعبوا بالفقهاء. وانا نقول صعب، من اصعب الاشياء الان هو الفتوى، واكثر اللي يفتيوا الان مره مش عارف ما يفعل، اكثر مساكن بحال الكره ما يلعبوا بهم الناس، لان خصو ياخذ منه واحد الموقف باش من بعد يتصرف فيه الناس. انا مشيت عند السي فلان وقال لي داك الشيء اللي درتو راه حرام وكذا 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 وكذا، هو راه مره يجينا عند واحد قديم هذه واحد المده يقول لي انا الوالده ديالي انا كنت في اوروبا وكنت نصيفط لها وكنت نصيفط لها كل شهر 50,000 فرانك وكذا وكذا، وجيت هنا وجبرتها في واحد كان في قريه ولا جبرتها كتبت لخويا الدار. كي دايرها الدار اللي كتبت لخوه؟ شي دار شي مهدمه. ايوا وراني حلفت باللي ما نعاودش نشوف فيها وما نعاودش نعطيها وما نعاودش، وانا بقيت نقول جابوا لي واحد السيد قال لي الله يخليك هذه الوالده ديالك، هو يطلع للسماء. لا 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 سيدي صافي، راني حلفت باللي عمرني ما نشوفها وعمري. قلت له اقعد نبدلوا الهضره دوكا، راه نبداو الجزء الثاني ديالنا حتى. قلت له درت تجمع العائلي ولا ما درتوش؟ قال لي واه. قلت له مسجل بانك تخدم على امك؟ قال لي واه. شحال تعطيك فرنسا على امك؟ تعطيك 100,000 وتعطيها 50,000، معنا كل شهر تسرق لها 50,000 فرنك. امك الا طالبك 50,000 الا بغات نهضروا في هذا، انت عايش بها وتكذب عليها؟ وانت فين غتعرف؟ انت فقيه غادي يقول لك هكاك وتمشي يداك، هو غلط في غلط. معناه ان هؤلاء تعلموا ان يلعبوا بكل شيء، بالفقيه بالشرع بالدين، باللي يفهم باللي ما يفهمش. فهمتوا؟ فتك انا اقول الناس الان هذه يتبين الان من خلال سماع
انا اقرا كثير من المرات اخبار نقول لكم قريب 90% منها ماشي صحيح، على الاقل تحريف ديالها او اخراج ديالها ماشي صحيح. على الاقل اذا ما كاين بعض المرات وقائع غير لم تقع اصلا وتختلق، وهناك اشياء وقعت ولكن ليس بتلك الطريقه. فلذلك نعيش في عالم الكذب، ومن الذي يكذب؟ هذا الانسان المؤمن الذي يصوم ويصلي ويحسب ان التدين وان التربيه الروحيه هي ان يصلي الانسان ركعات زائده ليحسب نفسه انه صار في مصاف الصالحين وابي بكر وعمر هكذا. وهذا الامر كما قلت لا بد من معاوده النظر فيه، لا بد من إذن اقول ان الانسان حينما يصل الى درجه الايمان بالحق والاعتراف بالحق شيء عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وفد من العرب من شمال بلاد العربية، كانوا مجاورين لمملكة كسرى من ثعلبة بن شيبان، وجاءوا يعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلموا وأن يبايعوه، وكان يجلس معه. فقال لهم بعد أن عرض عليهم الإسلام، قال هل تبايعونني على نصرة الدين، على نصرة الإسلام؟ لاحظوا هذا الكلام، شوفوا واش رحنا بايعنا ولا مازال ما بايعناش حنا. قالوا له أما مياه العرب، إذا كنا في مياه العرب فنحن ننصرك ونؤيدك، وأما ما كان من مياه كسرى الواقعة تحت سلطة كسرى فإن هذا الملك، فإن من اجترح شيئا فإن ذنبه غير مغفور، إن ذنبه غير مغفور، وإن معنى أنه أن ملك كسرى محمي، وأن كسرى لا يقبل أن يحدث أحد شيئا في أرضه، أي لن ينصروا الإسلام خارج بلاد العرب. فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن هذا الدين لن ينصره إلا من حاطه من كل جوانبه، أي لن يكون لك فضل نصرة الإسلام حتى تنصره في جميع الأوضاع، في جميع البقاع، في جميع الأمكنة، في جميع الأزمنة. إذا كنت مسلما في بلاد العرب، في بلاد المسلمين، وإذا كنت خارج عن دائرة الإسلام في بلاد أوروبية مثلا أنك تتنكر للدين، فليس هذا نصرة للدين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذهب هؤلاء سر بهم، قال في معنى الحديث يا لها، ومعنى هذا من أخلاق عالية، إنهم كانوا واضحين، كانوا صرحاء، كانوا لا يخفون عنه شيئا. انظروا إلى هذا الحديث في عيون الآثار لابن سيد الناس، هذا في تفسير في هذه السيرة ورد هذا الكلام، فيه كلام جميل جدا تدل على الحوار المناقشة وعلى الصفاء حين الحديث. وإن كانوا هؤلاء لم يسلموا في تلك اللحظة، ولكنهم كانت لهم صفاء في الرؤية، لم يكونوا مدبذبين ولا منافقين ولا لم يكونوا على هذا النحو، كانوا واضحين. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السلوك. إذن كما قلت هذا هو معنى أن نصل إلى الحقيقة وأن نذعن لها وأن نقبل بها، والقبول بالحقيقة وتحمل الحقيقة شيء شاق على النفس، شاق، ولكنه بالتربية الإسلامية، هذه التربية الإسلامية، يصير ممكن حينما تتعلم أن تنصف، أن تقول لنفسك في بعض المرات أخطأت وتقول للآخر أصبت، هذا شيء أجمل من جميل، أجمل من جميل. أما أن تكون دائما أنت على صواب والآخر على خطأ، أنت دائما طائفتك على صواب والطوائف الأخرى على خطأ، جماعتك على صواب والجماعة الأخرى، هذا كلام لن يقدمك كثيرا في مجال التدرج في التربية الإسلامية الصحيحة. إذن هذا بيان لجحود هؤلاء الناس ودرجة رفضهم وإبائهم. احنا عندنا في دارجة شيء لأشرح به هذا الكلام، كان الناس يقولون أو يمثلون في استعمال الدارج في المغرب أن رجلين اختلفا، رأيا شيئا
أسودة عن بعد، فكان أحدهما يبصر جيدا والآخر لا يبصر أقل إبصارا، فقال أحدهم ذلك غراب أسود، قال الآخر لا إنه عنزة، لأن العنزة سوداء والغراب أسود، وظل هذا متمسكا والآخر متمسكا، وتقدم فإذا بالغراب يطير، إذا لما يطير الغراب انتهى الأمر. يقول لا أنا لازلت على الموقف الأول، ما زولوا زولوا طارت طارت لما طارت، بمعنى أنك لن تصل مع هذا إلى الحقيقة أبدا. أما الأصل يقول إيه اسمح لي أنا كنت خاطئ، هو طار المزالة تطير، لا بقي الطريق المزالة، هذا النهار خسرتك لأنه هو قال هذه الكلمة. فهمتوا هذا مثال، هو يبدو مهم جدا في التربية، يبدو جيد جدا في التربية. حتى بعض الناس يقول لك إذا بغيت شي حاجة تقول له، بعد ما تقول له شي حاجة قول له العكس تاعها، هذا النهار ماشي 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 سخون، إذا بغيت تقول هذا النهار لا هذا النهار سخون، هذا إذا أنت وصلت مع النتيجة ما يمكنلكش، هي طريقته قول العكس باش توصل مع النتيجة اللي باغي تقول. هذا أمراض، هذه أمراض نفوس ونفس حينما لا يتعهدها صاحبها تصل إلى هذه الغاية وتصل إلى ذلك. إذن هؤلاء كان لهم هذا الموقف. الله تعالى يقول لرسوله فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. ذرهم، ذر هذا فعل أمر ماضيهم أميت، واسم الفاعل والمصدر منه أيضا أميت، أي ذر فعل أمر، ولم يسمع كثيرا وذر ماضيه غير معروف، وذر مثل ودع أيضا، دع ودع ولا مثلا ودع أي ترك، بمعنى ترك. قرئ وما ودعك ربك وما قال، قرئ وما ودعك بمعنى ودع يدع. فبعض الأفعال لها مضارع معروف، لها اسم فاعل ربما قد لا يكون لها فعل ماض، يقال إنه أميت أي كأنه كان موجودا ثم قتل، أميت هكذا يعبرون. واسم الفاعل والمصدر كذلك من ذر الوذر، وقيل سمع شاذا الوذر أو الوذر بمعنى الترك. هذا المعنى ذر فعل هذا بمعنى أترك، وأصله دال على الإلقاء لا على الترك فقط، أصله دال على الإلقاء، ذر ألقي، ذر ألقي. وأنت حينما تترك الشيء تتركه لأن هنالك شيئا يدعوك إلى تركه، لأنه ثقيل أو لأنك لا تحب حمله أو استصحابه. ولكن حينما أقول لك ألقي، فأنت تلقي شيئا ثقيلا، تلقي شيئا لا تريد استبقاء، فمعنى الإلقاء فيه التخلف من الشيء وكراهية الشيء غالبا. ألقي هذه الأشياء، ألقها يا موسى، فيلقيها بقوة. فالإلقاء من هذه المادة وذر بمعنى ألقى، يكون فيه معنى آخر، هو معنى الازدراء حينما يلقي الشيء أو الاستخفاف بالشيء حينما يلقيه. فالله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ذرهم، معنى اتركهم، أو أكثر اتركهم، ألقي أمرهم، ألقي شأنهم. لكن ماذا يلقي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يذر النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر؟ هل كلما عارضك شخص في دعوتك تذره وتتركه لحاله؟ هل هذا هو المعنى المستفاد؟ هل معنى ذلك أنه إذا لم يوافقك الشخص في دعوتك فإنك تسكت تبتعد عنه؟ بمعنى أننا سنترك الجميع، أي كلما لاحظوا انتبهوا الهندسة، هذا شخص يواجهك في دعوتك في رسالتك، إما لأنه يكره رسالتك أو لأنه ليس له رسالة أو أن أنت تسبب له مشكلا في برنامجه مثلا، شيء من هذا القبيل، فهل معنى ذلك أن تعرض عنه بمعنى لا توجه إليه الخطاب، أن تقاطعه؟ هذا معنى ذرهم؟ لا، هذا ليس مقصودا وليس مراد من الآية، وإنما يريد الله تعالى من الآية ذرهم بمعنى لا تجاريهم فيما يطلبون من الآيات. هؤلاء يطلبون آيات دائما،
دائما يستكثرون من الآيات. ماذا تنفعهم الآيات إذا كانوا إذا رأوا كسفا من السماء ساقطا قالوا سحاب مركوب؟ إذن هم ليسوا مستعدين للتعامل مع الآيات وللقبول بها. فهم طلبوا دائما أن يفجر لنا من الأرض ينبوعا، أن تجري، أن تزيل جبال مكة وتوسع لنا هذه الأرض حتى نحرثها، أن تجعل مكة أرضا خصبة إلى ما غير ذلك من الأشياء، أن تنزل لنا من السماء كتابا فنقرأه إلى غير ذلك من الأشياء. هم طلبوا أشياء كثيرة، والله تعالى يقول إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. هؤلاء حقت عليهم الكلمات، كلمات ربك معنى حقت عليهم كده. هؤلاء درجات، هناك إنسان هو مادة خام قابل للنقاش والاهتداء وللارتقاء والخروج من الباطل إلى الحق، فهذا هو موضوع دعوتك. ولكن حينما تجد أن إنسانا ما قد صمم وقد ربط مصالحه وربط كل شأنه وماضيه وحاضره مع الكفر، فأنى له أن يعود منه. هناك إنسان في الشارع الآن ملقا، هناك إنسان غافل، هناك شاب، هناك وهناك جانب تكلمه، هناك باحث عن الحقيقة تخاطبه، ولكن هناك إنسان صمم برنامج حياته على أن يكون في صف آخر، هو يتغذى من ذلك الصف، هو يتمول من ذلك الصف، هو يجد سنده في ذلك الصف، هو مأجور على أن يسيء إليك لأن ذلك تلك هي رسالته ووظيفته في ذلك الصف. هؤلاء أناس طبع الله على قلوبهم، أولى لك أن لا تشغل نفسك بهم كثيرا كثيرا، ليس هروبا، ولكن هؤلاء لهم أوضاع معينة تجعلهم يتثاقلون في التوبة. مثلا حينما يكون الإنسان بائع خمر وله متجر كبير وعمال ويعرف في ذلك ويشتهر أمره وإلى غير ذلك، وتذهب أنت لتقول له بالسلام عليكم هذا الخمر يجب أن تزيله، هذا شيء ثقيل جدا. ولكن أقرب منه نوالا أن تذهب إلى الشباب الذين يشربون الخمر أو يبدأون أو يفكرون أو الذين يقيمون الحفلات أن تمنعهم. إذا منعت هؤلاء فقد منعته بحكم الضرورة، إذا منعت الناس من أن يشربوا تكون قد أفشلت مشروع هؤلاء، لأن هؤلاء الذين يبيعون الخمر ويثرون بالخمر إنما يجدون ذلك لأن زبناءهم كثيرون. لو أننا استطعنا أن ننتشل منهم هؤلاء الزبناء، لو أننا استطعنا دائما أن نقتلع منهم هؤلاء ونخفف هذا عدد الوافدين والذين يكثرون أموالهم لكانت توبتهم أسهل، لكانت توبتهم أسهل. لماذا؟ لأنهم أقل ارتباطا بعالم الخمر، وهؤلاء كذلك باعة المخدرات ومروج المخدرات أناس خطيرون في المجتمعات العالمية الآن، هم أصبحت لهم قوة وأصبحت لهم جماعات للضغط وإلى غير ذلك من الأشياء. تعرفون أن بعض الدول الآن واقعة تحت سلطة باعة المخدرات، في بعض الدول هناك عصابات للجريمة المنظمة وعصابات تستطيع أن تنتقم وتقتص ممن يخالفه وإلى غير ذلك، فهؤلاء أصبحوا يشكلون شيء مزعج. أولى لك من هؤلاء أن تبدأ بالذين لم يصلوا لم يبلغوا بعد هذا المستوى. الإنسان حينما يكون في الشباب في مرحلة الشباب يكون قابلا للأفكار كلها إما للخيرة والشريرة، فخذه في شبابه وعالجه قبل أن يحشى أفكارا سيئة. إذا الإنسان حينما يشيب على ما هو عليه من الأفكار المعوجة أو الصحيحة، هذا يكون دين العجزة، دين الشيوخ الذين تنغلق أنفسهم على بعض أفكار لا يستطيعون أبدا التخلي عنها، إيمانا كإيمان العجائزي في تمسك. هناك أناس حاول ما شئت أن تصدهم عن ذلك، عما هم فيه فإنهم سوف يظلون بحكم مستواهم الضعيف بحكم عدم قدرتهم على فهم النقاش، فإنهم لا يتوبون إلا بعد لئين، وقد لا يتوبون وقد يموتون على ما عاشوا عليه. هذا إذن فأنت حينما تذر
تذروا الإعراض، تذروا هؤلاء، ماشي بمعنى ألا تدعوهم، يجب أن تدعوهم، تذر الاستجابة لمطالبهم. هم يطلبون آيات متعددة، يفعلون ويطلعون ويستدرجون، وفي نهاية المطاف تجد نفسك قد خرجت عن دعوتك، خرجت عن دعوتك. أنت قد لا يقع لك هذا ولا ذاك، أنت تجد أنك تمثل شيئا ما، شيئا ما غير عادي، أو شيء ديني إسلامي، فيفهم بعض الأشخاص هناك في الضفة الأخرى أن ما تقول به أو ما تسعى إليه شيء يزعجهم أو يهدد مشروعهم، فتبدأ الحرب الخفية. هي ليست حربا بين الأشخاص، هي حرب بين التيارات والمواقف والخوف من المستقبل. فتبدأ هذه الحملات المسعورة، إذا تصرفت، إذا انصرفت إليها وشغلت بها لم تنجز بعد ذلك شيئا. درهم لا هذا الكلام، لأن هذا كلام يمكن أن يقال مثله وأكثر منه دائما عبر التاريخ، وقيل في كل الناس قيل فيه. أولا، الناس لا يعجزهم أن يسبوا الله الذي خلقهم، أو يسبوا الأنبياء، أو يسبوا الصالحين، أو يسبوا المصلحين. يفعلون كل هذا لأنهم ليس لهم رقابة على ما يفعلون، ليس لهم أخلاق تمنعهم مما يقولون، أو ليس لهم انضباط، لكن لا تجعلهم شغلك الشاغل. لكن مع ذلك احرص على أن تبلغهم الكلمة بالكلمة الطيبة، بالابتسامة، بأن تضعهم في أماكنهم. أنا أقول بأن أكثر الآن من يجب أن ندعوهم ماشيهم في الأكثر لا نتعامل مع من أنهم مجرمون عتاة، لا، أكثر هؤلاء هم مرضى وضعفاء. الإنسان الذي يفكر بثلث عقله ماذا تنتظر منه؟ الإنسان الذي نشأ في بيئة كلها جهل وخرافات وخزعبلات، الإنسان الذي فتح عينيه في أسرة لا يصلي فيها أحد ولا يعرف الله فيها أحد، أو تتبجح بكل الموبقات، هذا أسير هذه الأسرة. كونه يخرج، كونك تواجهه، كونك تلاقيه، يجب أن تتعامل معه على أنه ضحية مجتمع فاسد وأنه مريض. وهذا أولى لك من أن تسبه وتلعنه، لأنك حينما تسبه فلن يعدم لسان من أن ليسبك. إذا كنت تستطيع أن تسب فهو أقدر على السباب وأكثر مهارة فيه، لأنه ليس من لغتك السباب، أنت لا تعرف السباب، ليس من لغتك، ولكن أن تسبه هو تفتح له مجال وتعطيه إشارة المرور لعالم السباب، ولن تستطيع بعد أن تصل إلى شيء. ولكن حينما تستطيع أن تحاور بمنطق قوي، بمنطق مفحم، فذلك هو المطلوب منك. إذن فمعنى ذرهم، لاحظوا، ليس تخلياً، ليس فراراً، ليس هروباً، ولكنه ليس ارتماءً في الأحابير والمخططات التي يضعها الناس لك ليلهوك عن سبيلك. لا تلتفت، ما تلفتش مراك، لا يلتفت منكم أحد، لا، ما تورجش، سير الأمام. وحينما يكون هناك عند الصباح يحمد القوم السرى، العربية تقول، مثل عربي، عند الصباح يحمد القوم السرى، حينما يسيرون ليلا. السرى هو المشي في الليل، السفر ليلا، لكن الناس حينما يسيرون ليلا يكونوا متعبين بالنوم، والنوم يغالبهم، يشعرون بثقل، لكنهم متى يفرحون؟ في الصباح، يجدون أنهم قطعوا مسافات كبيرة في 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 جو بارد. عند الصباح يحمد القوم السرى، الأمور بنتائجها وبخواتمها، لا بالأشياء التي تأتيك من هنا ومن هنا عارضة لتصدك عن برنامجك وعن هذا أصل. هذا معنى فذرهم. وقال بعض المفسرين إن معنى ذرهم هو عبارة ازدراء واحتقار. فحينما تجادل شخصا أو يواجهك شخص وتحاول أو يحاول أحد أن يقنعه أو يرده، فلا يرتد، لا يتراجع، فتقول صاحبه دعه، خليه، ماشي معنى أنك هذا، خليه بمعنى استهانة بأمري، لن يفعل شيئا، غادي ندير لكم وغادي ندير لك وندير لك، شي واحد يجي غادي ندير وندير ندير، غادي نمشي نشوف عند فلان وخليه يمشي نشوف، بقات تقول له ودي الله يهديك انت، راه كذا، لا لا انا غادي نمشي كذا، مشي للرباط، مش هو، قول له خليه يمشي للرباط، خليه، راه ما كان لا في الرباط ولا في يمكن تراك تضيع الوقت تاعك.
معناه انك تقدر رك رك الخواف الخواف صافي ما عندك والو غيرك ذره. فاحتقار له هو استهانه بشأنه وانه لن ينجز شيئا، فذره خليه. وفعلا ماذا وقع بعد هذه الدعوه الاسلاميه؟ ماذا وقع؟ النبي صلى الله عليه وسلم سار في طريقه، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفل بهؤلاء، كم تكلم فيه المتكلم، بعض الردود يردها القران، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يهتم بهؤلاء، كانش يهتم، يهتم بالدعوه. فيما وجد الانسان له فيه قابليه كيمشي عنده، واستطاع ان يفتك من المشركين من انفسهم ومن ابنائهم كل من كانت له نفس طاهره وصافيه، اخرج من المشركين العتاة اشخاصا كانوا هم حماة الاسلام، منهم ما جابلو مش عمر من بيئه اخرى، من مجتمع الشرك اخرج النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، من مجتمع الشرك اخرج ابن مسعود، من مجتمع الشرك اخرج خالد بن الوليد. هؤلاء هم الذين كانوا جنودا وكانوا كانوا حيوانات كاسره ضد الاسلام، ودائما يتوعدون سنفعل منهم. ما جابش النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستنجد بامه اخرى ولا بجيش اخر، جابكم قالوا غير اقعدوا ذرهم خليك غادي ندير لك، انتم غادي ديروا لنا غادي ندير سير يقلع منهم. ها يقلع ها 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 ها. كل مره منهم، ما مشيش نجيب لهم، مشي نجيب لكم شي قوم اخرين، مشي قبيله اخرى، ولا نجيب لكم من دوله اخرى، لا لا لا، غير منكم انت راك تقول كذا غادي. الوليد بن المغيره، الوليد بن المغيره اش دار هذا الوليد بن المغيره؟ اش دار منين اش دار له النبي صلى الله عليه وسلم؟ دار خالد، خالد بن من؟ بن الوليد بن المغيره، اي الوليد بن المغيره العدو الكبير هو اللي خرج من النفس، دار له خالد وبقى جندي من جنود الاسلام، ولا سيف الله. فمثل هذا كثير، اي هؤلاء الكبار، كبار الصحابه كانوا ينتمون الى اسر كلها ابو جهل. ابو جهل وما ادراك ما كان منه، عكرمه بن ابي جهل صحابي بطل ومجاهد. من ابي جهل تعرفون من هو ابو جهل؟ هو العدو الرقم واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعونه ويقترحون عليه ان يدعو على المشركين، قال اني لارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يوحد من يعبد الرحمن. كان ينتظر منه ذاك حتى دي قضيه للدعاء كذا كذا، الناس غير يخربقوا صافي، دعيوا على فلان ما داش، تعيش على فلان خدم فلان ما يشدعي عليك، عنده برنامج تاع كي تكونوا مجموعين انتوا مسلمين تبقاو تزقيو مع بعضياتكم وتحميوا السوق على بعضياتكم وتفركتوا ما كاين حتى شي حاجه. ها ما ينفع الكف اذا لم يكن الصف، ما ينفع الكف اذا لم يكن الصف. الله تعالى قال لنا واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، اعدوا ثم نرجو الله ونسال الله ان ينصرنا ان يؤيدنا ان، اما يبقى الامر بحال هذا بعض، يجب ان تكون الامه في مستوى التعامل مع التحديات. هذا طبعا اقوله لبيان لبيان معنى ان يكون الانسان في صف الحق وان يكون جنديا له. قبل ان اختم اقول نحن لابد ان نتحدث في مثل هذه المناسبات عن الحاله الوضع الذي تعيشه الامه الاسلاميه. وانتم تعلمون ان الامه الاسلاميه عاشت حاله من المتغيرات الكثيره. التطورات التي وقعت في العالم العربي، العالم الاسلامي، وحتى العالم العربي والاسلامي تدخل بعض الناس، قال الناس سميه عربي لانه ليس عربي، وليس العناوين ليست كبير لها كبير عنايه ولا كبير اهميه. المهم وقعت تغيرات متعدده في بعض البلاد الاسلاميه. هذه المتغيرات كان ضروري ان تواجه وان يتفطن لها الخصوم.
الخصوم الآن أو أعداء هذه الأمة انتهوا من ترتيب بعض الأشياء وبعض الاستحقاقات التي كانت تنتظره. بعض الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية انتهت. بعض القيادات العسكرية أصبح التخلي عنها والاستغناء عنها واستبدالها أمرا واضحا معروفا. العالم هذا لا يتقدم أو لا يسير في اتجاه غير معروف للأهداف والمقاصد. إسرائيل لها أيضا حنق على التغيرات التي وقعت، لها شيء لم تبده ولكنها بالتأكيد تتخوف من كل ما وقع في العالم الإسلامي. كانت محمية بجدار قوي هو الجدار المصري، وكانت المصريون النظام المصري كان يفرض على فلسطين بقاء داخل هذا السجن الكبير، ويفرض عليهم أن يتعرضوا للتدمير ولا يسمح لهم بالاستفادة من أي وسيلة من وسائل شيء للتخفيف، لا بالبنزين لا بالكهرباء لا بأي شيء. بل إن النظام المصري السابق عمد إلى ما لم تفعله إسرائيل، فحينما أصبح يدمر هذه الممرات وهذه الأنفاق التي كانت هي متنفس الفلسطينيين، وأصبح يحفر حفرا عميقة ويملأها بالحديد. أي المصريون لم يبنوا السد فوق الأرض، بنوه تحت الأرض مطاوعة لإسرائيل. إسرائيل لا يمكن خدمتها بكل هذا النوع من الطواعية وهذا الحرص. هذه أشياء انتهت. إسرائيل ترى أن بعض العربي وبعض الآن أصبحوا يدخلون غزة ويعيدون ببناءات، وهناك مشروع لتمرير العدد الكبير من المساعدات والأموال من مختلف الجهات والدول التي وعدت. أنتم ترون ما وقع في المدة الأخيرة. إذن فقد جاء الوقت لأجل أن يبرز هؤلاء الصهاينة بأنهم أبطال، وأنهم قادرون على كبح هذه الوضعية وهذه الانتفاضة وهذه اليقظة، وأن يبينوا للعرب أن شيئا لا يمكن أن يتحقق، لأن السلطة ولأن القدرة الحقيقية في الأرض هي القدرة، قدرة الدبابات وقدرة وسائل التدمير. وإسرائيل تجر الناس إلى الحرب، تجر العالم كله إلى الحرب، وتدمر الآن وتعيد بعدوان كاسح. بعض الدول العربية، بعض الرؤساء، بعض الوزراء دخلوا غزة، والمكان الذي دخلها الوزير الأول المصري دك عن آخره في بيان، أي كرسالة بيان، أن أي شيء من ذلك الذي اتفقتم عليه لم يقع. وهكذا مع الوعود بإحداث مدن وما إلى ذلك، هذا كله يقع. وتقع الآن الضربة على غزة، وستكون الضربة لا شك ثقيلة، وسوف إذا استمرت ستكون ثقيلة، لأن الغطرسة الصهيونية ليس لها مقابل، ليس لها من يردها. ليس هناك أمم متحدة أو مجلس أمن يتدخل في اللحظة، لا، تنتهي المعركة ويكون الخاسر فيها هو هذا الطرف الفلسطيني. حينئذ نتدخل لبعض الأشياء التي يمكن أن يتدخل بها العالم ليحافظ على ماء الوجه إذا بقي له ماء للوجه. الفلسطينيون طبعا يقاومون. بعض الأشخاص يقول إن هؤلاء الفلسطينيين يعلمون بأنهم ليس لهم طاقة بمواجهة إسرائيل. إسرائيل طاقة وقوة ضاربة في الشرق، ونحن فقط نرسل إليهم بعض الصواريخ التي قد تصل وقد لا تصل، وهم الآن ينصبون قبابا للمقاومة والمدافعة بصواريخ مضادة بباتريوت وما يشبه ذلك. إسرائيل الفلسطينيون خير من يعلم، الفلسطينيون بقياداتهم بأشخاصهم برجالهم خير من يعرف مقدار القوة التي لإسرائيل ومقدار الضعف الذي عليه العرب جميعا. لكن ترك الأشياء إلى هكذا تمضي بمعنى أنه إقرار بأن هنالك استعمار يجب أن ينتهي، أن يستمر إلى الأبد. ما الذي تستفيد منه إسرائيل الآن؟ تستفيد من شيء واحد،
هو إحساس المستوطنين بالأمن والاطمئنان، وأن بإمكانهم أن يأتوا من كل جهة الأرض ليسكنوا، لأن المشكلة التي كانت عند إسرائيل هي مشكلة بشرية، مشكلة قلة البشر في هذه الأرض. فكلما استطاعوا أن يعطوا الاطمئنان إلى الصهاينة في العالم، كلما استطاعوا أن يجلبوا إليهم، كلما استطاعوا أن يفرضوا واقعا جديدا وأن ينشئوا مستوطنات كثيرة هنا وهناك. لكن حينما يعلم هذا الإنسان المرتبط بالأرض، هذا الصهيوني المرتبط بالأرض ليس له بعد بعد الأرض، يخاف من الموت، حينما يعلم أن هذه الدار لن تعد دار أمن، حينئذ سيكف عن الوفود إليها وإعمارها وشحنها بالبشر الغرباء الوافدين. فهمتم معنى الرسالة؟ الرسالة هي إشعار الإسرائيليين أنهم ليسوا بدار أمن. قد تتوقف الحرب الآن، قد يتوقف إرسال الصواريخ ممكن، ولكن هل يطمئن الإسرائيلي الآن أن هذه الصواريخ لن تعود بعد 10 سنوات بكيفية متطورة أكبر؟ هل يستطيع الإسرائيلي أن يقول لابنه كنا مطمئنا بأنه لن يصلك شيء؟ إن هؤلاء يعيشون كما قال الشاعر على زأر من الأسد، من يعيش والأسد يزأر بجواره لن يطمئن أبدا حتى يموت. إذن هذه الرسالة ليست انتصارا على الأرض أو كذا، ولكن فيها معنى أن هؤلاء سيكونون في المستقبل قوة ضاربة تستطيع أن تحدث خسائر معينة. الآن يصلون إلى القدس، إلى تل أبيب، وهذا شيء لم يكن متصوراً. كانت هذه الصواريخ صغيرة وضعيفة وقليلة في عددها، وكانت محدودة حتى في سرعتها، لكن حينما أصبحنا نتحدث عن الكيلومترات والمسافات البعيدة أشياء كثيرة تتغير. حينما يتصور الإنسان اليهودي أن هذه الصواريخ ستأتي بعد غد محملة بأسلحة أخرى فتاكة، سيعلم ماذا يفعل غدا، أي حينما يعلم أن هذه الصواريخ تأتي الآن لتراها أنت حديدا واقعا على الأرض، ولكن ما أدراك أن هذا الحديد سيحمل غدا أسلحة جرثومية أو شيء من هذا القبيل. إن هذه المجازفات لا يقبل بها الإنسان الذي يعيش في اطمئنان وأمن. إن كثيرا منهم سيتلاحظون هذا، من الإسرائيليين سيعيدون النظر في استقرارهم في هذه الأرض، سينسحبون من هذه الأرض لأنهم محبون للحياة، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، هم يحبون الحياة، ما بعد الحياة لا يعنيهم في شيء، ومن أخافهم، من أزعجهم في حبهم للحياة وتمسكهم به واستمتاعهم به، هم يستطيعون أن يأكلوا الأرض كلها. هذه الأرض ليس لها شعب، هذه الأرض كلها لنا، هو يصنعها ويسرقها ويكذب على الناس ويجعل الناس يصدقون أنها أرضه، ولكن إذا خوفته لم يعود يتحدث عن شيء من ذلك. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء، هو هذا الجدار، جدار عازل، لا ينكشفون، لهم جدار يختفون وراءه ويحجر ويمنعون الناس من الوصول، ليسوا منفتحين. كيف تعيش حضارة ودولة داخل جدار؟ أنت حينما تسجن الفلسطيني داخل الجدار فقد سجنت نفسك خارج الجدار، أنت حينما تسجن نفس إنسانا داخل الجدار فأنت قد منعت نفسك من الوصول إلى ما بعد الجدار، هو سجن مزدوج. للفلسطينيين منه نصيب كبير، ولكن الإسرائيليين منه أيضا نصيب، وهم يرون أنهم ليسوا أحرارا، وهم يرون أن الأشياء في تطورها الآن تعيد بأشياء كثيرة. نحن موقنون من نصر الله تعالى، يجب أن لا يشك الإنسان لحظة في أن لله تدبيرات عجيبة في خدمة هذه الأمة، في التمكين لهذه الأمة، شريطة أن تكون هذه الأمة على دين صحيح، على دين حقيقي. ولذلك نحن نستصحب دائما هذا الوعي، ويجب أن نتحدث في هذا الأمر، لأن لا يجوز أننا في لحظة من تلك اللحظات يسكت الناس في مجالسهم عن هذه القضية، أو يعيدون أخبارا بكيفية باردة، بل لابد أن يتحدث الناس، لابد أن يتحدث المجتمع المدني، ويبد أن يثار هذا، لأن هناك فئات أخرى من الطابور الخامس الذي لا يريد لهذا الكلام أن يعم. هناك أناس يقولون هذا الأمر لا يعنينا من قليل ولا كثير، قريب ولا بعيد، نحن أناس آخرون، أبدا. هذه الأرض قبلة صلى إليها المسلمون، هذه الأرض أرض إسلامية،
ليست عربية وليست لشعب من شعوب، هي أرض إسلامية، وصلى فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولنا فيها معها قصة في حمايتها. نحن حميناها منذ أن دخل الإسلام إلى تلك الأرض وهي تتعرض، سالت فيها دماؤنا الكثيرة. لم يكن اليهود يومئذ حاضرين حينما كانت الحروب الصليبية، لم يكن اليهود هم الذين يواجهون الحروب الصليبية، كنا نحن الذين واجهنا الحروب الصليبية، نحن الذين سالت دماؤنا، كما كان يقول بعض الرواة الأخبار أن الفارس كان يخوض في بحر من الدماء دفاعا عن القدس. وقد وقعت القدس وبقيت في أيدي الصليبيين واستردت وافتكت من قبل المسلمين. فإذا هذه ليست مدينة سياحية أو مدينة كمدن العالم يمكن أن تذهب أو تجي، هذه جزء من عقيدة المسلمين ومن دينهم ومن شرعهم، وحمايتها هي حماية بيوتهم، حماية دينهم، حماية عقيدتهم. نحن لا نميز بين المسجد الأقصى أو القدس ومكة، هذه أماكن لها وضع خاص وأماكن مقدسة، وتحدث عن القرآن وتحدث عن البركة الموجودة في بيت المقدس. إذن هذا لابد من قوله من أجل لفت النظر إلى ما يقع، ومن أجل استحثاث الإخوة على أن يفكروا في الأمر وأن يعينوا هؤلاء الآن بالدعاء بأن ينصرهم الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن ينصر المسلمين في فلسطين وأن يؤيدهم وأن يشد من عضدهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيد هؤلاء الإسرائيليين في نحورهم، وأن يجعل تدميرهم في تدبيرهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.